بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله ابناء طلاب وطالبات الصف الرابع ابتدائي من معاهد وبرامج التربيه الفكريه في درس جديد في ماده التربيه البدنيه معي انا الاستاذ ماجد الحميدان. درسنا لهذا اليوم يا ابطال راح يكون اهميه تعويض السوائل اثناء المجهود البدني. أكيد يا أبطال قوانين التعلم عن بعد حفظتوها أكيد يا أبطال، أكيد أنه الجميع يجهز أدواته وكتبه التي يحتاجها ويكون في مكان آمن، أكيد أنه يستمع للدرس بكل تركيز مع المعلم أو المعلمة، أيضا أكيد كلنا أبطال ونتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص للدرس يا أبطال. فوائد ممارسة النشاط البدني تكلمنا سابقا أنه اللي يمارس رياضة تكون مستوى لياقته جدا عالية يا أبطال. يعني ما يتعب بسرعه ويؤدي الرياضه بكل سهوله يا ابطال عن الشخص الذي لا يؤدي الرياضه بشكل يومي، تحسن صحه عقلك ومزاجك، نعلم انه اللي يمارس رياضه يكون دائما شخص سعيد ومبسوط يا ابطال، ايضا تحافظ على وزنك الصحي المناسب وتظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق، وتقيك باذن الله من امراض عده كالسمنه والسكري، وتخليك قادر على ممارسه جميع اعمالك اليوميه خصوصا الانشطه الرياضيه يا ابطال. اكيد ان رساله الولي او اولياء أو الامور يا ابطال نطلب منكم التواجد اثناء فتره البث لتوجيه الابناء وارشادهم يعطيكم العافيه يا ابطال طيب يا ابطال بما اننا تكلمنا عن اهميه الرياضه جاهزين الان لممارسه الانشطه الرياضيه اكيد عندنا قواعد مهمه كلكم حفظتوها يا ابطال اهمها عوامل الامن والسلامه قبل ممارسه اي نشاط سواء رياضي او غير رياضي لا تمارس النشاط حتى تتاكد انك في مكان امن لممارسه الانشطه طيب يا ابطال نتاكد أن المكان الان امن نتاكد ان التهويه جيده وجهزين لبسين اللبس الرياضي المناسب على القدمين قف اول تمرين معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان جهزين يا ابطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين أبطال أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسنتم يا أبطال انتهينا كذا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني اللي هو ثني الجذع ناحية اليسار أربع عدات والناحية اليمين أربع عدات جاهزين يا أبطال يد في المنتصف يد فوق الرأس مع بعض تمرين جمع ابتدي يسار اثنين ثلاث اربع يمين، اثنين ثلاث اربع يسار، اثنين ثلاث اربع يمين، اثنين ثلاث اربع يسار، اثنين ثلاث اربع يمين، اثنين ثلاث اربع يسار، اثنين ثلاث اربع. آخر مرة جماعة قف. طيب يا أبطال، الآن بعد ممارسة التمرينين يا أبطال، أصبح نبض القلب مرتفع جدا. ارتفع عن فترة الراحة، وكلما استمرينا في أداء التمارين وزادت صعوبة وشدة التمارين، كلما ارتفع عدد نبضات القلب. وهذا يا أبطال معدل طبيعي أكيد لنبضات القلب أثناء ممارسة الرياضة، فكلما ارتفعت شدة التمرين، كلما ارتفع عدد نبضات القلب. لذلك يا أبطال في عملية تعلمناها في الدروس السابقة نتنفس بشكل صحيح. شو اسم العملية يا أبطال؟ أبطال عملية الشهيق والزفير، طيب من من الأبطال راح يعلمنا طريقة الشهيق والزفير يا أبطال؟ أبطال سحب الهواء بكل هدوء من الأنف وإخراجه بكل هدوء من الفم، أحسنتم، نسويها مع بعض يا أبطال من مرتين إلى ثلاث مرات يا أبطال، التمرين الثالث شايفين نزول بشكل كامل وصعود بشكل كامل، القدمين يا أبطال تكون باتساع الكتفين أو أوسع قليلاً ما نحاول نفتحها بشكل كبير أو تكون مغلقة يا أبطال اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن مع بعض تمرين جماعة ايه ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر يعطيكم العافية يا أبطال بكذا نكون انتهينا من تمرين الإحماء ندخل الآن على جانب الإطالات يا أبطال وأول تمرين التمرين هذا يا أبطال يكون فيه ثبات للجسم من خلال النزول وثني الجذع للأسفل ومحاولة الوصول إلى أقصى قدر نستطيع الوصول له نثبت على هذا الوضع لمدة عشر ثواني بشرط الركبة لا تكون مثنية بل تكون ممدودة بالكامل يا أبطال ما راح اقول لكم وش راح يؤدي التمرين هذا لان اللي راح يأديه بالشكل اللي راح نسويه مع بعض نفس الصوره نفس النموذج اللي راح اسويه انا يا ابطال راح يشعر بمكان العضله ورا هذا اللي راح اسالكم اياه بعد التمرين يا ابطال جاهزين مع بعض تمرين جماعه ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نغير القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال طيب أدينا التمرين نزلنا بشكل كامل وين شعرنا بأي عضلة يا أبطال أي جهة في جسمك يا أبطال شعرت فيه ابطال العضلة الخلفية للفخذ، هذا يساعد على اطالة العضلة حتى لا تحدث لك اصابات اثناء ممارسة الانشطة الرياضية. اكيد مثل ما ادينا تمرين للعضلة الخلفية للفخذ، الان لازم نأدي للعضلة الامامية للفخذ. من خلال التمرين اللي ظاهر امامنا بالصورة يا ابطال، نحاول الاتكاء على جدار او على جسم ثابت وسحب القدم باليد الاخرى حتى تشعر بالعضلة الامامية للفخذ يا بطل. جاهزين نسوي التمرين مع بعض. نبدأ بالقدم اليمنى يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربعة. خمس ست سبع ثمان تسع عشر أحسنتم يا أبطال يعطيكم العافية يا أبطال أشكال التمارين جدا كثيرة وراح ناخذ أكثر إن شاء الله في الحصص القادمة حاول أنك تكون أكبر قاعدة تمارين لديك حتى تأدي التمارين في المنزل فلا يوجد لديك عذر لعدم ممارسة الرياضة لأنها مرتبطة كامل الارتباط بحفاظك على صحتك يا بطل حتى تعيش بحياة صحية وسعيدة فحاول استمرار بممارسة الرياضة طوال أيام حياتك يا بطل أو على الأقل خمس أيام في الأسبوع حاول ممارسة الرياضة وأداء التمارين مثل اللي ذكرناها واللي راح ناخذها في الحصص القادمة يا أبطال. خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم يا أبطال ما أهمية تعويض السوائل عند ممارسة نشاط بدني؟ يفقد الجسم مقدارا من السوائل نتيجة التعرق ويؤدي عدم تعويض هذه السوائل المفقودة أثناء المجهود البدني خاصة في الجو الحار إلى التعرض للخطر. في الدرس الماضي أبطال تكلمنا عن درس التعرق وقلنا أنه وسائل كثيرة أو أسباب كثيرة ومسببات كثيرة للتعرق منها حرارة الجو أكيد لما يكون الجو حار غير لما يكون بارد أيضا الملابس التي نرتديها وأيضا النشاط الممارس معناتها النشاط البدني يختلف لما نكون نمشي غير لما نكون نجري غير لما نؤدي رياضة ذات شدة مرتفعة ولوقت طويل إذا تعرق الجسم يا أبطال هذه حرارة الداخلية يتخلص منها الجسم وهذا شيء مفيد ولكن الجسم قاعد يفقد سوائل جدا كبيرة لذلك يجب علينا أن نعوض هذه السوائل اللي يفقدها الجسم من خلال عملية التعرق أثناء ممارسة النشاط البدني وهذا اللي راح نتكلم عنه درسنا لهذا اليوم يا أبطال أنه نقص تعويض السوائل التي يفقدها الفرد اللي يفقدها أنت كبطل يؤدي إلى خفض قدرة الجسم على التعرق مما يرفع من درجة الحرارة الداخلية للجسم، وبالطبع كل هذا يؤدي بدوره إلى حدوث الإصابة الحرارية، دائما أحيانا نشعر بدوخة يا أبطال أو بحاجة أو بتعب أو بإرهاق أو بجهد يا بطل. لذلك أثناء ممارسة النشاط البدني قبل لا تمارس النشاط البدني تأكد أنك ماكل بشكل جيد وأيضا شارب كميات كافية من السوائل. وأثناء ممارسة النشاط البدني حاول أنه في منتصف النشاط تشرب كميات قليلة من الماء وبعد ممارسة النشاط تشرب كميات كبيرة من الماء حتى تعوض السوائل اللي يفقدها الجسم طيب إذا ما عوضنا السوائل اللي يفقدها الجسم أكيد أن الجسم راح يشعر بحرارة داخلية جدا عالية مما راح يتعب الجسم ويسبب لك تعب وإرهاق وممكن تتفاقم هذه الإصابات عليك يا بطل لذلك حاول تعويض السوائل اللي يفقدها الجسم من خلال شرب الماء أو بدائل صحية أخرى يا أبطال، فلا نحاول نشرب أكيد المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة ونستبدل الماء بمشروبات ضارة يا أبطال، هذا خطأ. ويساهم شرب كميات كافية من السوائل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم، معناتها حتى نرفع درجة حرارة الجسم يجب علينا أننا نشرب كميات كافية من المياه ومن ثم يحافظ على اتزان نسبة السوائل، حنا نذكر الماء لأنه أكيد انه هو اللي راح يحافظ على صحتك وافضل شيء نعوض فيه السوائل اللي تفقدها الجسم من خلال عملية التعرق يا أبطال. توصيات: أولاً يجب عليك شرب الماء طوال اليوم، طيب احنا لو نرجع لبعض السلوكيات في حياتنا يا أبطال، الآن لو توجهت لكم سؤال، كم شربت كمية من الماء بالأمس وكم شربت كمية من الماء اليوم؟ خصوصاً لعدم ممارسي الأنشطة الرياضية. كثير مننا خصوصا في فصل الشتاء واذا ما مارس رياضة قد يمر عليه يوم كامل لا يشرب ماء ابدا او يشرب كمية بسيطة من الماء وهذا خطأ اكيد انك تعوض السوائل اللي يفقدها الجسم من خلال بعض المشروبات الاخرى لكن هذا غير صحي يفترض عليك شرب الماء طوال اليوم سواء مارست رياضة ام لم تمارس رياضة ايضا يا بطل عليك شرب كميات كافيه من المياه اذا كنت تمارس رياضه خصوصا اذا كانت مرتفعه الشده او اذا شعرت بكميات تعرق خصوصا احنا نذهب الى المدرسه يا ابطال اكيد انه وقت النهار وقت الظهيره الجسم من خلال حراره الجو من خلال اللبس يكون يؤدي عمليه التعرق وهذا راح يسبب لك حراره جدا داخليه يحتاج انه يتخلص منها الجسم واكيد اذا تخلص من الجسم عن طريق التعرق كذا احنا نكون فقدنا سوائل فنحاول نشرب كمية كافية من المياه يا أبطال حتى نعوض هذه السوائل المفقودة. اثنين مشاركة ما تعلمت من فائدة لشرب الماء وتعليمه لمن هم حولك، أكيد أنك يجب أن تروح لأفراد أسرتك وزملائك أيضا وأصحابك وأقاربك يا بطل وتنبههم على أهمية شرب الماء وتنشر هذه المعلومة يا بطل تعمل بها وتعلمها لمن هم حولك يا بطل. ثلاثة عدم استبدال شرب الماء بسوائل أخرى وهذه من السلوكيات الخاطئة اللي نشوفها كثير ومنتشرة كثير لا تستبدل شرب الماء بأي سوائل أخرى حاول شرب الماء طوال اليوم وإذا شعرت بعملية تعرق كبيرة أثناء ممارسة النشاط البدني اشرب الماء يا بطل والماء فقط لا تستبدل بأي مشروبات أخرى خصوصا المشروبات الضارة مثل ما ذكرنا سابقا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأي شيء قد يسبب لك ضرر يا بطل فاحرص على شرب الماء طوال اليوم يا بطل مراجعة لدرسنا لهذا اليوم يا أبطال السؤال الأول لا يعتبر التعرق أحد أسباب فقد السوائل لدى ممارسي الأنشطة الرياضية يعني اللي يمارسون رياضة يا أبطال مهما كانت الرياضة إما لعب كرة قدم أو مشي أو جري لا يعتبر تعرق أحد أسباب فقد السوائل هل إجابة صحيحة أم خاطئة؟ شوفوا مع بعض يا أبطال إجابة خاطئة أكيد أن جميع ممارسي الأنشطة الرياضية أكيد أنهم يحسون بالتعرق وأكيد لما مارست أنت نشاط رياضي قبل بدء الحصة شفنا أنه اكيد كلنا شعرنا بالتعرق يا ابطال فكلما زادت شده النشاط كلما زاد كميه التعرق يا ابطال. السؤال الثاني هل يساهم شرب كميات كافيه من السوائل في الحد من ارتفاع درجه حراره الجسم؟ اجابه صحيحه ام خاطئه؟ هل اذا شربنا كميه كافيه من السوائل خصوصا الماء يساهم في الحد من ارتفاع درجه حراره الجسم ام لا؟ شوف الاجابه مع بعض اجابه صحيحه ابطال لذلك خلونا نحاول نشرب كميات كافيه من المياه حتى نعوض السوائل اللي يفقدها الجسم من خلال عمليه التعرق اثناء ممارسه الانشطه الرياضيه او من خلال عوامل اخرى من خلال حراره الجو او الملابس التي نرتديها في ختام الدرس اتمنى انكم تكونون استفدتم واستمتعتم معنا درسنا هذا اليوم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله